دي ما نقولش شبهات. منظمة أنايقظ رافعة ثلاثة قضايا بالسيد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، ثلاثة قضايا جزائية في ثلاثة ملفات مختلفة. دونك ما نعرفش شنو بين ملف تهم. تفضل ابدا باللي تحب. دونك عندنا الملف اللي عنده علاقة بالتقرير هيئة الرقابة العامة المالية اللي هو تقرير سجيف اللي معناها فيه عديد التجاوزات اللي رصدتها هيئة الرقابة العامة المالية، ونحكيو على السجيف من بين أكثر الهيكل الرقابية للدولة صرامة وأكثر هيكل رقابية اللي تمنح للمؤسسات اللي تقوم عليها بمهمات تفقد حق الرد في كنف احترام، ونحكيو على مؤسسات دولة مانيش نحكيو على أي حاجة أخرى. دونك التقرير هذايا فيه جملة من التجاوزات، وكان في 2018 تم إحالة جزء منه على القطب القضائي المالي، ولكن تم حفظ الملف دون أن تقوم النيابة بالاستئناف، وهذا شيء غريب، وإحنا كنا تجاهنا فيه للتفقدية بوزارة العدل. هذا التقرير للناس اللي عندها فضول تطلع على التجاوزات اللي فيه، هو منشور على موقع منظمة أنايقظ. وكيف كيف دونك هذا من حق قضايا شو؟ خلينا نفهموا. القضية الثانية هي قضية القضية الأولى كانت على خلفية التقرير هذا. دونك في عديد التجاوزات، كما نقولوا معناها كما فما سوء حكمة، سوء تصرف في على المستوى المالي، مخالفة لمجلة الصرف، مخالفة لأحكام قانونية، من بينها معناها الحادثة الشهيرة نتاع اللي سمعنا بها الفارماسي. دونك كيفاش الجامعة التونسية، خلينا نبداو بالفارماسي، خلينا نفهم مليح شنو اللي صار في الفارماسي. دونك هنا التقرير يقول انه الجامعة التونسية شريت دويات من فارماسي، ولكن ما فماش لا محاضر استلام لا محاضر اتلاف، وبالتالي ما عندنا حتى اثبات كسجيف كهيئة الرقابة المالية على وجود عمليات شراء في حد ذاتها صارت. فما حاجات خليني خليني نفسر مليح، لانه بالنسبه لحكايه اقتناء ادويه للجامعه التونسيه لكره القدم، انه المشكل في هذا بانه وقع اقتناء انه من انطلاقا 2015 مع صيدليه واحده اللي تعامل معها، انه كبر ياسر الرقم. كان في 2011 35 ألف دينار واكثر شويه، في 2015 ولا 271 ألف دينار. معناها الجامعة التونسية لكرة القدم حتى 2015 نحكي شريت بما قيمة 271 ألف دواء، وهذا عادي لأنه عندنا تربصات في الخارج، عندنا ملاعبية. الشيء اللي السجيف اللي هيئة الرقابة هذه اللي استغربت له وراسلت فيه وأجابت الجامعة التونسية لكرة القدم، إنه وقع إتلاف. معناها جاء وقالوا الدواء هذا منتهي الصلاحية العديد من الأدوية ووقع إتلافها. وقت اللي يقع اتلاف ادويه والا غيرها يلزم يحضر عدل المنفذ، هكا ولا انا تحت رقابتي وعدل المنفذ ما كانش حاضر، مما يثير الريبه والتساؤلات. ان شاء الله مش هذا اللي صحيح، انه يجم الدواء هذا ما وفاش الصلاحيه نتاعو، لكن خرج الى سوق موازيه، خرج الى ما هذا هي المشكل، في انه ساعات راه يجب يكون على حسن نيه ما جابش عدل المنفذ، لكن يفتح باب الشبهات، هكا ولا؟ بالضبط، والكلام هذا كل مذكور في التقرير، والجامعه كانت جاوبت على كل التجاوزات. فما حاجات اللي هي الحقيقه ضحك شويه، معناها فما في التقرير هذا فما فاتورات ب 31 سبتمبر، وسبتمبر فيه 30 يوم، دونك فما حاجات اللي ضحك شويه مع الاسف الحقيقه نلقاو حاجه هكا، ولكن ربما توري حاجه اخرى، توري اللي تلما متأكدين اللي مش باش يكون هناك محاسبة انه يجرؤوا يحطوا فاتورة ب 31 سبتمبر مثلا. دونك فما فاتورة تخلص 7 مرات أيضا.